كلها تحديات مهمة. أنا عايز أروح سريعا لفاروق صلاح. فاروق صلاح مراسلنا في قناة الأهلي وكان متواجد في مران اليوم عشان يقول لنا آخر الأخبار والكواليس اللي متعلقة بمران الأهلي النهاردة. فاروق مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي أمير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. أخبارك يا فاروق كويس؟ كله زي الفل يا أمير. طمنا على الفريق. سريعا يا أمير، أنت عارف إن قدر النادي الأهلي على مدار تاريخه إن أنا سريعا بقفل صفحة وأبدأ في صفحة جديدة وأبدأ في بطولة جديدة. أكيد. بعد الصعود لدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، طوى النادي الأهلي الصفحة وبدأ صفحة جديدة استكمال المشوار المحلي. عندنا مرحلة صعبة يا أمير، أنت عارف ماتشات كلها متلاحقة ورا بعض، ويعني بيراميدز ثم طلاء الجيش ثم المصري ثم الزمالك، مرحلة صعبة جدا، وده دي تقدر تقول إن هي الطبيعي بتاع مشوار النادي الأهلي يعني دايما. لا صوت يعني فوق صوت مباراة بيراميدز وأهميتها، ومستر ريني فايلر يعني النهارده في المباراة حريص مع اللاعبين على إكمال مسيرة الأهلي في الدوري والأداء الجيد والمسيرة نحو الدرع رقم 42. انطلق المران يا امير النهارده ب يعني محاضره من مستر ريني فايلر للاعبين في منتصف الملعب، ثم الشق البدني مع مستر توماس اللي اداه معظم اللاعبين، يعني كل اللاعبين ادوه بشكل اكثر من رائع، قسموا المجموعتين، ثم التقسيمه اللي كانت ما بين الفريقين، يعني عايز اشيد بمجموعه من اللاعبين وتاخد منها شويه ملامح برضه امير خلال الفتره القادمه. اتفضل. يعني شايف تألق من ايمن اشرف، وايمن اشرف يعني واحد من اللعيبه اللي دايما النادي الاهلي وقت ما بيحتاجه في اي مركز بيلاقيه. انا عايز اشيد بايمن اشرف ومجهوده والروح اللي عند ايمن اشرف. ايضا في من الامور اللي تلفت النظر يا امير الانسجام اللي ما بين جونيور اشاييه واليو باتشي. كويس. ومستر ريني فايلر يعني بيدي اولويه كبيره واهتمام شايف مع اليو باتشي، من المحتمل يا امير ان اليو باتشي يقود هجوم النادي الاهلي خلال المباريات القادمه، طبعا في ظل حاله التالق ايضا مع مروان محسن. ايضا التالق اللي بنشوفه في المران، عوده احمد فتحي للمران وان شاء الله بنسبه كبيره خلاص يا امير ان شاء الله موجود مع الاهلي في مباراه بيراميدز. عاد للتدريبات النهارده احمد فتحي؟ اشارك المران يا امير. هو المران الساعه كام بالظبط يا فاروق؟ نعم يا امير. المران الساعه كام؟ انطلق المران الساعه 1:30. 1:30 وشارك احمد فتحي يعني؟ شارك. طب ده كويس. بطمنك واطمن جماهير النادي الاهلي احمد فتحي ان شاء الله يكون متواجد في مباراه بيراميدز. ايضا جونيور اجاييه كان غاب لنزل برد النهارده موجود وشارك في المباراه في المران، وزي ما قلت لك الانسجام اللي واضح قوي ما بينه وما بين اليو باتشي. ومستر فايلر بيدي اولويه واهتمام بباتشي وانسجامه سريعا مع لعيبه النادي الاهلي من العوامل المهمه جدا اللي يعني هتقدر تقول تاثر المشوار قوي يعني في اللاعب في اندماجه مع لعيبه النادي الاهلي. اكيد. يعني بعض بقى الايه المتعابات اللي ما بينه وما بين رامي ربيعه مع محمود متولي. يعني كل المجموعه يا امير النهارده في التقسيمه تألق زي ما قلت لك من باتشي من علي معلول محمود متولي سلية ليو ديانج ايمن اشرف ثلاثي حراس المرمى النهارده شريف كرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي كان في تدريبات وجزء مختص بحراس المرمى مع مستر ميكيلي يانكون، كان تدريب اكثر من رائع لمدربي للاعبي حراس مرمى النادي الاهلي. من الامور ايضا يا امير المهمه جدا، انت عارف ان غدا ان شاء الله النادي الاهلي هيتم اجراء القرعه لتحديد الفريق اللي هيواجهه النادي الاهلي في دور ربع النهائي. بالنسبه للاعبين والجهاز الفني مش فارق مع النادي الاهلي امير سواء تبي مازيمبي او صن داونز. طبعا ده امر مفروغ منه. بص يعني حتى الكلام او مع اللعيبه او مع الجهاز الفني احنا مش فارق معانا، يعني النادي الاهلي انا مطالب ان انا بدور على بطوله وهدف البطوله، فمش فارق معايا تبي مازيمبي هقابله المباراه القادمه او صن داونز او الترجي، لان مش اكيد هقابله في مراحل بعد كده. فان شاء الله يعني كل التوفيق يا امير، ان شاء الله يكون الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي موجودين في مراسم اجراء القرعه ان شاء الله. نتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي سواء في المشوار الافريقي سواء في المشوار المحلي باذن الله، والبدايه ان شاء الله من لقاء بيراميدز. ويعني بطمنك يا امير وبطمن كل جماهير النادي الاهلي على المصابين. ايضا رمضان صبحي يا امير برضه بالمناسبه كان ادى جلسه في جلسه علاج طبيعي. يعني ان شاء الله خلال الفتره القادمه يكون متواجد. صالح جمعه ايضا كان متواجد ايضا وادى جلسه في الجيم النهارده كان متواجد. فنقدر نقول يا امير الروح المعنويه اللي عند لعيبه النادي الاهلي وحاله الجاهزيه اللي على لعيبه النادي الاهلي
ان شاء الله تطمنك وتطمن كل جماهير النادي الاهلي يا امير، وانا معاك يا امير لو في اي استفسار او اي سؤال. انا عايز اسال بس بخصوص ياسر ابراهيم، هل الاصابه اللي في راسه تعيقه عن المباراه بتاعت بيراميدز يا فاروق؟ هو بص يا امير، يعني ياسر ابراهيم كان النهارده متواجد في التمرين وشارك في يعني المران من البدايه للنهايه، لكن لما يعني سالنا للدكتور خالد محمود عن ان هو يكون متواجد قال لك لا، يعني ان شاء الله ياسر ابراهيم هيكون موجود معانا في المباراه ما فيش فيها ادنى مشكله كويس. لكن انت ممكن يبقى فيها امير بقى، انت عارف عمليه الروتيشن اللي بيعملها مستر ريني فايلر، ان انا ممكن ادي الفرصه برضه احد اللاعبين يدخل في الفتره القادمه في مباراه بيراميدز، لان عندي بيراميدز ثم طلاع الجيش، يعني من الممكن نشوف محمود متولي يلعب يبدا اللقاء، ممكن نشوف ايمن اشرف او رامي ربيعه او ياسر ابراهيم. رامي ربيعه موقوف عن هذه المباراه. رامي ربيعه بالفعل موقوف، فتقدر تدي الفرصه تشوف، ممكن يعني ممكن تلاقي محمود متولي بيبدا اللقاء، لكن ياسر ابراهيم يا امير ان شاء الله يكون متواجد ومفيش ادنى مشكله، يعني اطمنا من الدكتور خالد محمود على اصابته، لكن ان شاء الله يكون موجود، يعني مفيش فيها ادنى مشكله. مران الفريق بكره الساعه 4 صح؟ الفريق هيتمرن ان شاء الله غدا الامير في تمام الساعه 4، ثم هيدخل الفريق في معسكر طبعا استعدادا لمباراه بيراميدز عقب نهايه اللقاء مباشره، عقب نهايه المران معذره يا امير، يعني عقب انتهاء المران الفريق هيدخل في معسكر استعدادا لمباراه بيراميدز، اللي برضه زي ما بقول لك مستر ريني فايلر يعني بيشدد على اهميه اللقاء واستمرار المسيره بعيدا عن لغه الارقام يا امير، يعني انا شايف ان في لغه كويس. الارقام الارقام لا، هو من الامور الجيده اللي مستر ريني فايلر بيقول ان انا بالنسبه لي المباريات سواء في افريقيا سواء في الدوري انا هدفي سواء على ملعبي او خارج ملعبي انا هدفي 3 نقاط، يعني لما اتكلمنا مع مستر ريني فايلر عن الارقام او ان قال لك لا الامر ده ما بيشغلش بالي كتير، لان انا هدفي ان انا كل مباراه كل بطوله عندي، لان انا عارف طموحات جماهير النادي الاهلي، ودي من النقط اللي الواحد تقف قدامها امير، ان انا اكون عارف طموحات النادي الاهلي وعارف اسم الاسم ومكانه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ومستر ريني فايلر عارف الامر ده جدا وحريص عليه جدا. فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه بيراميدز ثم مباراه طلائع الجيش. يعني الموضوع مش متعلق بانها مباراه صقر يا فاروق زي ما الناس بتحاول تصور مباراه الاهلي وبيراميدز، هي مباراه زي اي مباراه الاهلي بيحاول يفوز فيها عشان يواصل مسيرته المميزه في الدوري. بالظبط امير، هي الاهلي مفيش موضوع الصقر في المفهوم اللي بيتداول، لا هي مباراه فيها 3 نقاط سواء مع بيراميدز سواء مع فريق طلع الجيش سواء مع المصري سواء مع الزمالك، ايا كان المنافس اللي بيواجه النادي الاهلي مستر ريني فايلر الجهاز الفني اللاعبين، هدفنا دايما ال3 نقاط، هدفنا نكمل المسيره بتاعتنا سواء على النطاق المحلي النطاق الافريقي، لان كل اللعيبه والجهاز الفني فعلا يا امير عايزين يفرحوا الجمهور طبعا. عايزين يفرحوا الجمهور والمجهود اللي بيبذل من مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب كان متواجد مع الفريق في مباراه الهلال السوداني، لا الجميع بيشتغل علشان عايزين نفرح الجمهور، احنا عايزين نسعد الجمهور، وطبعا هدفنا كلنا كجمهور للنادي الاهلي نفسنا طبعا ان احنا نفرح، والاهلي دايما بيفرحنا يا امير. بالظبط، ان شاء الله هنفرح يا فاروق. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي، قال لنا كل الأخبار اللي بتتعلق باستعدادات الفريق للمباراة الهامة المقبلة أمام فريق بيراميدز.